ثوب جديد للمستوطنات في الجنادرية في قرية التراثية الجيزان، بثوب جديد، في كثير من اللجام، في كثير من الأشياء الجديدة اللي شفناها. يعني بدينا نشوف السوق الشعبي في كثير من المواد اللي تباع وكذا، إنه بنحوله من عملية مجرد عرض إلى تسوق أكثر. بدينا نبرز في الجانب الآخر اللي هي المشاريع اللي تحت الإنشاء وليست الطموحات. فإحنا بنشوفنا مصنع الحديد، وشوفنا مدينة جيزان الاقتصادية، وهذه اللي تشوفونها بالجنادرية على أرض الواقع موجودة. كذلك نشوف المشاريع الأمانة ومشاريع الجامعة وغيرها في المدينة الصف. هذه كلها من الأشياء اللي في السنة هذه نعرض لكم، حاولنا أن يكون الأشياء الموجودة وليست فقط الطموحات. كذلك بالأشياء الجديدة في السنة هذه حاولنا نظهر بعض الفعاليات الجديدة التي لم تكن تراثية، لم تكن موجودة من أول. في العام القادم حيكون، إحنا نعدكم في السنة القادمة إن شاء الله أن يكون هناك إنشاءات جديدة، وهذا ما سمو الأمير محمد بن ناصر وجه بأن يكون هناك إنشاءات جديدة وتظهر بثوب آخر في السنة. فإحنا حنعمل عليها إن شاء الله بعد انتهاء هذا العام على أن يكون هناك أشياء إضافية جديدة، نخليها مفاجأة لكم إن شاء الله في السنة القادمة بإذن الله. لكن كم الميزانية اللي رصدت هذا العام لتجديدات كانت في جناح؟ لا، هي السنة هذه مجرد عملية ترميمات خفيفة وعملية يعني إعادة ترميم بعض الأشياء. فيعني فيه ميزانيات مختلفة للجان، كل لجنة لها فيما تخصها فيه ميزانيات خاصة لها، وكانت عملية ترميمات ليست في إنشاءات بمعناها الحقيقي، إضافات جديدة بس زي المدرجات وهذه، يعني إضافات جديدة نعتبرها، ما فيه إنشاءات. الإنشاءات إن شاء الله ترمها العام القادم ويكون لها ميزانيات خاصة فيها. القرية القرية الشعبية في على شاطئ جازان هل لها تطوير أم ستبقى على حالها؟ بدأنا المرحلة الثانية في مدينة جازان، قرية جازان التراثية بجازان طبعا، بدأنا المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي تطوير البيت الجبلي وإكماله. المركز الإعلامي بدأنا فيه، البيت الفرساني بدأنا فيه، هذه ثلاثة مشاريع أساسية بدأنا فيها لقرية جيزان التراثية، حتكون منتهية هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هنعدكم أنها تكون برضه في تصور لها الحين، حتكون في السنة اللي بعدها، لكن السنة القادمة إن شاء الله حيكون عندنا مهرجان شتوي بثوب جديد برضه، وفي كثير من الإنشاءات اللي سويناها تشاهدونها إن شاء الله عندما القرية الشعبية دكتور ناصر، يعني هل ستبقى في جازان أم سنراها في كل المحافظات؟ طبعا القرية التراثية عندنا، لكن في تصور آخر في المحافظات أنه يكون هناك تبني المناطق الأثرية في المحافظات. نبدأ مع بالتعاون مع هيئة السياحة أن يكون هناك مناطق للزيارة في المحافظات، لكن كقرية تكفي هذه المنطقة، لأن إحنا نبغى هذه بس مجرد للزائر السريع أنه يشاهد بيئات جيزان في القرية التراثية، ولكن اللي عنده وقت أكثر حننقله للمحافظات، وبالتالي حنتبنى الآثار والمناطق السياحية اللي بالمحافظات، وبالتالي يكون زيارات ميدانية. شكرا لك.